اللقاء مع مفكر اقتصادي مصري وعالمي كبير بحجم الدكتور محمود محي الدين في هذا الوقت الصعب اللي بيعيشه العالم هو في الحقيقة فرصة مهمة للتعرف على إجابات عن الأسئلة الصعبة اللي بتدور في أذهان الناس هذه الأيام في مصر وفي العالم. أسئلة حول أبعاد الأزمة الاقتصادية الحادة اللي بتعاني منها شعوب العالم، سواء بعد محنة جائحة كورونا أو كارثة حرب روسيا وأوكرانيا. أسئلة عديدة بيثيرها كتابه الهام في التقدم مربكات ومسارات، وأسئلة أخرى صعبة حول مستقبل التنمية والتقدم في ظل الصراع السياسي والاقتصادي الحالي بين القوى العظمى. كان أهم سؤال بيشغلني وأنا بستعد لحواري مع الدكتور محمود محي الدين خلال زيارته القصيرة للقاهرة قادماً من واشنطن، هو شايف إزاي مستقبل شعوبنا، شايف إزاي أبواب الأمل والعمل وفرص النجاة والنجاح من خلال منصبه الدولي الحالي كمبعوث لأمين عام الأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.